هلا، مساء الخير عليكم. شو اخباركم؟ حبيت ابخركم اليوم، عندي كذا مشوار لازم اكمله. امي بعد ما طلعت تقول لي خلي اسوي لك لفه. ايش نزعتوه طاني بالروضه؟ ها اوكي بدينا. يا خوفي تحب البيبي اكثر مني تحجي. مهم، الله يمسيكم بالخير والعافيه والمحبه، وان شاء الله يا رب يومكم يكون حلو ممتع مثلكم. تعالوا يا اليوم حوديكم مكان حلو بنات تستفادون من عنده، همين انتو همين اني. حبيبات وقريب علي يعني بالعطيفية، بيناتنا منطقة واحدة. الله نسيت ما كلت. مهم ماكو نعيما على الشعار، سأحكي لكم تفاصيل حبايبي. طبعا الله ينعم عليكم مقدما، وعيونكم الحلوه فدوى روح لكم. اني هاي بعدني لامشه صوره، بعدني لامشه سويته ويفي هذا اللون رجعي، رجعته لخاطركم. سوالي يا منو خاف تسالوني بعدكم مسائلين، سوالي يا علاوي الورده. علاء تحيه لك يا علاء، كوافير اكثر من راقي. وين موجود؟ موجود بالسويسبيل. سويسبيل سويسبيل اي اسم ثقيل هاي شويه علي. المهم موجود بالمنصور بسويسبيل هذا المركز. تروحون يطلع لكم كل الصبغات اللي تردوها واللي تحبوها، وراح تشبعون دلال اكيد اللي من طرفي الى خصم خاص. وشنو بعد؟ هسه احط لكم اكونته واكونت السنتر، ما راح يقصرون وياكم بولا شيء. بعدين راح اسولف لكم عن شيء ثاني. وبعض بنات الشيء بالشيء يذكر، ما دام ما عندي شيء فهد يسوق. على طاري الشعر، خلينا ويا الشعر. هذا زيت الخروع جامايكي اسمه. كلنا اكيد نحب الزيوت، كلنا ندور على الزيوت الاصليه والطبيعيه اللي تفيد شعرنا، لانه احنا لاعبين طابه بشعرنا، بوغ وشسوار واضاءه وشمس وتغذيه مو صحيه، هذا كله ياثر على الشعر، يبطئ النمو مالته، بالتالي يصير عندنا تقصف وتساقط وشويه خشونه بالشعر. فهذا الزيت اصلي 100% من شركه اني اثق بهم تماما، واغلب المنتجات اللي اخذها من عندهم. هذا واحد من المنتجات اللي موصي عليه من زمان واخيرا وصل. احكي لكم طريقه استخدامه، واحكي لكم ايش راح يسوي لكم، ايش راح يعالج لكم بالشعرايه، حتى بيبي هير راح يطلع عندكم اذا استخدمتوه استخدام صحيح. حلو، قولوا حلو. باعوا يا حلوات، شوفوا هذا البرودكت اكو من عنده كان القديم اللي مستخدمته راح تعرفه. شوفوا هذا الاصدار الجديد، الشركة اصدرت انتاج جديد من عنده، يعني سوت العلبة اكبر. كان اكو نفس الشيشة بس اصغر اذا تتذكروا، فهذا صار اكبر. ليش؟ حتى يكفيك اكثر وحتى تستفادين من عنده اكثر. طريقة استخدامه شلون؟ اذا كان شعرك يتساقط هواية الله لا يقولها، تستخدميه مرتين بالاسبوع، واذا كان شعرك اقل تساقط تقدرين تخليه مره واحده بالاسبوع، تخليه ساعتين ثلاثه اربعه سته فروق مال شعر راسك حتى يرتاح، وبنفس الوقت يفوت بعمق المسام تستفادين منه اكثر. تمام، مواده طبيعيه 100% كلها. ها بعد ما اقول يا حلوات يا حلوين، هم ليش؟ لانه هذا الزيت مو بس للبنات، الشباب ايضا يقدرون يستخدموه لشعرهم، للحية للحواجب، والبنات ايضا رموش وحواجب وشعر. لحية ما عندنا احنا، هم زين الحمد لله شكر. اوكي، فالشركة سوت بنفس الوقت حتى نحصل على نتائج احلى، وما تروحين على برودكت ثاني وتغيرين، تكون المجموعة كلها عندك، الشامبو المكيف والحمام زيتي، يعني الكونديشنر والشامبو وايضا الحمام زيتي، ثلاثتهم تستخدميهم مع هذا الزيت راح تحصلين على نتائج كلش حلوه، وتلاحظين الفرق من اول الى ثاني اسبوع على حسب طبيعه شعرك. زين، هاي منو؟ اوكي. هسه احط لكم اماكن المبيعات وتقدرون تطلبوه، اكيد متابعيني لهم خصم خاص وحلو يتدللون اللي من طرفي. خلي اشوف منو داق. طبعا مثل ما قلت لكم انا جيت للعطايفيه لانه كلش قريبه على بيتي، وفرحانه لانه اكو عياده جديده لحنين الزيادي، شطوره جدا بالفيلر والبوتوكس والليزر،
كل الأشياء الطبية، طبية بيور، يعني ماكو صالون هنا. فاليوم رح نسوي شفايف زينبة مرت أخويا الحلوة. أنا ممنوع أسوي لا فيلر لا بوتوكس لا أسوي أقدر شعري. وش رح أخذكم أقصد بنوتة حلوة رح تشرح لنا شكو ماكو. أنا ممنوع أسوي تعرفون إلا بعد ما يجي البيبي نقدر نعيد نشاطاتنا ونسوي كل شيء عندها. هيدروفيشل تنظيف بشرة عميق جدا كلش حلو راح تحبوه. وأيضا قسم الليزر راح أخذكم أقصد بنوتة حلوة راح تشرح لنا شكو ماكو. طبعا جميلة حنين راح تحشي لنا كل الديتيلز اللي يخص الليزر. أوكي الليزر فد شيء يجنن. حسب تجربتي أنا القديمة ويا الليزر سويت فول بدي، انسوا أكو شعر، انسوا لا وجه ولا جسم. سويت تقريبا اني من 8 الى 7 جلسات واختفى تماما. فاي بنية انصحها حقيقة تسوي ليزر سواء هنا سواء اي مكان تثقبيه، بس اني كتجربة شخصية سويت الليزر من العام والسنة الحمد لله والشكر ماكو ولا شعراية سواء للرجال او النساء. الاثنين يقدرون يستخدمون الجهاز اللي راح نعرفكم عليه انا وحنونة. بعض بنات مثل ما قلت لكم العيادة بيور طبية ماكو أي شيء إلا علاقة بالصالون. يعني إن شاء الله بالمستقبل بتفتحين صالون؟ لا أبد أبد ناوية. أحب العالم اللي يحبون اختصاصهم. أوكي حنونة احكي لنا عن هذا الجهاز الجميل. حبيبتي هذا الجهاز دايود ليزر دايود الثلجي. أوكي الإزار الشعر الإصدار الحديث كلش بارد وكلش زين. يعني النتائج مالته إذا ماكو مشاكل ولا خربطة هرمونات ولا تكيس مبايض النتائج من أول جسم حلو. طبعا المراجعه لازم تسوي فحوصات اول شيء، تشيك الفيتامينات والمعادن والهرمونات. اذا الامور طيبه عندها تبلشون وياها من اول. حلو اكيد انا جربت الليزر زين. حنين ياذي هذا الجهاز؟ لا ما ياذي، بس طبعا المناطق الحساسه بها وجع باي شيء طبيعي. اي طبيعي نورمال بس صح. باقي الجسم نهائيا ما ياذي. حلو هو تشكات هيك قرصات. اي ماكو اي الم زين. حنين اكو عروض خاصه يعني ما اجي مكان اذا ما حصل لكم عروض حبيباتي الحلوات. حنونه شنو عندنا عروض؟ حبيبتي هسه راح اسوي عروض بس للمتابعين. اوكي عرض خاص ويبقى فترة محدوده. حلو احد بس يقول لي انا من طرف شهوده الى عرض وخصم يعني خاص راح يشبع كتل. حبيبتي يلا نروح نشوف التنظيف البشره. يلا بنات كلش احب واحترم البنات اللي حللون خبزتهم غلطان وبنفس الوقت يخافون على مراجعاتهم وحرصات. يعني شفت جهاز لتنظيف البشره قلت لها خليني اسوي تنظيف، قالت لا لانه انا متابعتك انت قبل فتره كلش قليله سويتي تنظيف فما اقدر اسوي لك. يعني هاي نادرا ما اكو انسانه تروحي لها وتنصحك هاي النصائح. شكرا لك حنين اول شيء. راح تحكي لكم حنونة عن جهاز تنظيف البشرة. طبعا هاي المواد الطبية اللي تستخدمها حنين في العيادة للبشرة وراح تحكي لنا تاع حنونة سولفين. اوكي من الرؤوس السوداء والبيضاء يحفز الكولاجين يشيل الجلد الميت. وطبعا اكو شيء بالبشرة هو مو الجهاز الاساس. الاساس الدقة بالشغل والخطوات. يعني اكو مراكز يعني بعض المراكز اكو يجيبون اجهزة حديثة بس الشغل على البشرة ما يعرفون يسوون خطوة او خطوات. اها اوكي حلو. احنا لا كل الخطوات وكلها باشرافي. حلو يشتغلون البنات. حلو حلو زين. هاي شنو هاي شنو هاي دولكات هاي شنو اللي تدخل للبشرة تدخل للمسام من الداخل نفط. اويلي يا ابي اويلي اويلي شو وقت اجيب اويلي. حلو تعالوا حبيباتي تدللوا هنا وشوفوا الشغله الحلو. زنوبه راح نبلش نضربها بوتوكس لا فيلر. لا فيلر 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 للشفايف. هذا الفيلر ضروري المراجعه تعرف الفيلر بالضبط. ضروري شنو الماده شنو منشئها. اوكي بيها الباركود. حلو حلو حتى اكو اعطيهم الباكيت اذا احب. يلا شدي رايتك. كلش معروف فرنسي من احسن الماركات بالفيلر. يبقى فتره طويله بمخدر من نوع بي وبنسبه توريد. يعني حلو. اغلب البنات من يجون يردون ستايل ايج بالذات. حلو ممتاز يلا نبلش. يلا شنو الابره؟
ميكس بلازما ويا فيتامينات اوكي للشعر للشعر يقلل التساقط ويحفز البصيله اوكي عادي 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 ترى حالات هاي السوالف لعبتي حتى شويه تخن الشعر حلو بس شويه يأذي شويه اي بس نتائج هذا بس نتائج تخبل مو طبيعيه نتائج يلا درايتك بنات كملنا هسه مريم حنين مكانها بالعطايفيه شوفوا هذه مالتها اللوجو وهذا شارع العطايفيه خلي اراويكم متجهون منه اوكي تصير على يمينكم يا امارات علوش تمام خاف تضيعون العيادة الدولية للحساسية والربو حنونة هنا صدق عوج حلوين حبي بس العمود ناخذك بابا شلون شعري لا نار اللون والنيول وهذا كلش حبيته على عمري انت والله احنا ما تشتاقين لك ما تحملنا بدونك بالنسبه للغيبه والنميمه استغفر الله شنو هالحكي احنا ناخذ غيبه هاي هو مو يعني هو يعرف ما عندنا جوانا بس وينك بس خبوا بس باي هذا العمود نقدر ناخذه من البيت اي ضروري شكرا حبيبي الضوء ما عرفتني بصراحه يا مساء الحب والأكل الطيب على عيونكم الحلوة تحية لمطعم تشسترز طبعا دائما يتذكرونا ويتنغصونا احنا اللي نشكركم على هاي الأكلات الحلوة اليوم بدنا نتعشى أني والأهل وفهود فحبيت أراويكم الأكلات اللي سووها شقد طيبة وشقد لذيذة فحراويكم أولا نبتدي بمن بالأكل الثقيل هذا ميني برجر اوي اوي اللي دباوع دباوع هذا طيب دخت عيني صارت منها اويلي 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 خلي راويكم ابقوا وياي لحظة شوفوا هذا الميني برجر فريخ برجر بس شنو الطعم نهاية العالم يا سلام بس بقية يا سلام مو حبيبي هذا أكل إيش قد لحقتني على أكل لا حبها لا بس خيال ما أريد أنا برجر لعبتي واو طيبة أو تبتوب فتوى يعني حبيبي وين مقانهم الكرادة ساحة الحرية واو 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 واو, واو. بعدين الحلويات يعني حلويات و الله هذا كريب 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 مقمط يعني واحد يحير والله وين يباوع هنا كله طيب الأكل صراحة هذا رهيب طلبوه ادعوا لي صراحة ادعوكم تجربون أكله هسه احط لكم العنوان مالتهم عليكم بالعافية بيتزا 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 لعشاق البيتزا طعم ولا أروع والعجينة هشة وخفيفة من هاي المتنام على القلب ولا على المعدة حلوة ايه طيني شوية بس دا صور استغليتني دا صور فهد خرافية هاي الميني برجر خرافية الله يعافيك حبيبي هسه احط لكم العنوان والف الف عافية love you كلكم حبايبي